نوستالجيا يا صباح الخير يا اللي معانا صباح معسكر نفتح نزهر حول النور كلنا كلمتين وبس فانتاستيكا فانتاستيكا النهارده في الفيديو اللي معايا ده ضيفي الكريم مش في مصر، بعيد في حته بعيد قوي. الحنين وصل لكندا، لكن الحقيقه ضيفي العزيز هو بيتابعنا من زمان جدا على الفضائيه المصريه والفضائيه الموجهه لامريكا، خصوصا في برنامج على بالي. هو والصديق العزيز الاعلامي الكبير استاذ جورج سعد. لكن ضيفي الكريم دايما بيتابعنا في برامجنا وبيتابعنا في التلفزيون المصري بشكل عام، وخصوصا الفضائيه المصريه والقناه الثانيه، ودايما بيبعت لنا ايميلز ومعانا على الواتساب وبيتكلم معانا على طول عن الزمن الجميل والبرامج الجميله والحاجات القديمه بتاعه التلفزيون المصري ومسبيرو زمان والحاجات الحلوه دي. ضيفي الكريم هو صديقي العزيز احمد شوقي، إنسان جميل جدا، محب للتلفزيون المصري، عاشق لمصر، دايما بيشجعنا، ودايما لما بيكون في برنامج جديد تلاقيه بيكلمك وبيقولك إيه حلو قوي البرنامج، ربنا يوفقك، والحلقة كانت موفقة جدا وأنا كنت سعيد وأنا بتفرج، ويعمل شير للحلقة ويوصلها لأكتر قدر من الناس ويتكلم معاهم. فالحقيقة لما يكون عندك حد صديق عزيز بالشكل ده، عاشق لمصر بالشكل ده، اكيد لازم تفخر وتبقى سعيد جدا، وانا بفتخر جدا بصداقة واخوة صديقي العزيز احمد شوقي. وتعالوا نبتدي بيه على طول حلقتنا ونشوف النوستالجيا واصلة لفين. يلا بينا. اهلا وسهلا يا حاتم، وانا سعيد جدا جدا اني معاك في هذا البرنامج الجميل، وبقول لك الف الف مبروك على البرنامج. اما بالنسبة لاول سؤال، ايه هو الزمن الجميل بالنسبة لي؟ الزمن الجميل بالنسبة لي هو الثمانينات والتسعينات، لما كنت يعني في وقت الطفولة والمراهقة. اما بالنسبة للحاجات اللي بتشدني للماضي، هي طبعا وقت الطفولة ايام ما كنت في المدرسة، وكمان ايام المراهقة كمان كنت بحبها جدا، فدي يعني اكتر الحاجات اللي دايما بفتكرها. وحتى يعني مع مثلا لما الواحد يسمع اغاني الثمانينات او التسعينات بيفتكر ايام المدرسة وايام المراهقة. اما عن رمضان، اولا كل سنة وانت طيب يا حاتم، وكل المشاهدين اللي بيشوفونا طيبين. استعداداتي مع رمضان والحاجات اللي بتحسسني يعني بدخول رمضان، ويعني انا بالنسبه لي دايما اغنيه رمضان جانا، لو ما سمعتهاش ما حسش انه يعني خلاص داخلين على رمضان، دايما لازم اسمع رمضان جانا. وبحب كمان طبعا الاغاني زي مثلا هاتوا الفوانيس يا اولاد وحوية وحوية، كل الأغاني الجميلة الرمضانية اللي تتربينا عليها وإحنا صغيرين وأهلينا كمان اتربوا عليها، فدي كلها أنا بحبها يعني لغاية دلوقتي لازم دايما بسمعها. بالنسبة لرمضان طبعا أنا يعني بحب دايما أجواء الفوانيس، ودي بتميز مصر عن غيرها من أي دولة، يعني يعني دي طقوس مصرية جدا جدا. بحب الديكورات بتاعت رمضان، يعني الفوانيس والهلال والنجمة وكل الحاجات الجميلة دي. طبعا بحب كمان يعني طقوس رمضان وروحانيات رمضان، ويعني الواحد انه يسمع يعني صوت النقشبندي، يكون عنده وقت اكتر انه يختم القرآن الكريم في شهر رمضان. طبعا رمضان في مصر كمان اللي بيميزه كمان هو الفن، والواحد لما بيسترجع ذكرياته في الطفولة كانت دايما مع الفوازير ومسلسلات ألف ليلة وليلة والمسلسلات اللي تربينا عليها،
وانا هنا عايز اسمح لي احيي التلفزيون المصري ماسبيرو، لانه السنه دي بصراحه اختار مجموعه من الذكريات الجميله اللي تربينا عليها يعني، ودي حاجه اسعدتني جدا، ومن الحاجات اللي تربيت عليها يعني زمان. يعني مثلا انا شايف على القناه التانيه فوازير المناسبات لدكتور يحيى الفخراني والنجمه صابرين، على القناة الثالثة فوازير فتوتة للنجم الكوميديا سمير غانم، ومسلسل ألف ليلة وليلة للأسطورة شريهان كريمة حليمة فاطمة. كمان القناة الخامسة بتذيع فوازير ألف ليلة وليلة عروس البحور للنجمة الأسطورة شريهان، وكمان القناة الفضائية المصرية الأولى بتذيع للنجمة شريهان فوازير حول العالم. ده غير كمان طبعا الخريطة بتاعت ماسبيرو زمان. فبجد كل الحاجات دي يا حاتم أنا اتربيت عليها في فترة التمانينات وأنا طفل، كمان طبعا الحاجات الجميلة اللي شفناها كمان في التسعينات، كل الحاجات دي الواحد يعني دايما دلوقتي لما بيشوفها بتفكره بطعم رمضان الحقيقي. طبعا بالنسبة للعيد اللي بيحسسني بطعم العيد دايما أغنية يا ليلة العيد، يعني دايما بحب أسمعها هنا، بحس خلاص إحنا بكرة العيد، وأول يوم الصبح خالص أول أيام العيد بحب أصحى على أغنية العيد فرحة للنجمة الكبيرة اللي تربينا على أغنية وإحنا صغيرين صفاء أبو السعود، بتحسسني لغاية دلوقتي بطعم العيد. طبعا لو كلمتك عن العيد زمان طبعا أجمل الذكريات، إنه كان فعلا عيد مصري حقيقي يعني طقوسه المصرية الجميلة. يعني زمان كان العيد طبعا الواحد بيروح مع جده يصلي صلاة العيد، وبعد كده يعني طبعا بيسلم على كل الأسرة وزيارات العيلة، وخصوصا ساعات ممكن يبقى في عندك قرايبك في محافظات تانية أو المحافظة اللي أنت أصلا يعني أصولك منها، فممكن تسافر أول أيام العيد عشان تقابل قرايبك كلهم. وكمان لو يعني زي مثلا انا اتربيت عند جدي وجدتي، فهو كان بيت العيلة، يعني ممكن ان كل القرايب بيجوا هناك يعني في نفس البيت. كمان غير كده كمان اللي بيميز العيد في مصر هو الخروجات والفسح، يعني عندك برج القاهرة، عندك يعني ممكن تاخد مركب على النيل، ممكن تروح مسرح، تروح السينما، يعني في حاجات كتيرة جدا اكتيفيتيز كانت مصرية جدا. مدينة الملاهي زمان كانت حلوة جدا، كان في حفلات، يعني في كل ده كان بيميز كان حديقة الحيوانات زمان كمان كان في عليها إقبال من كل يعني طبقات المجتمع. دي كانت طقوس مصرية جدا في العيد يعني، فده اللي كان بيميز العيد زمان، لأن دلوقتي العيد اختلف، مبقاش ما بتحسش إنه عيد مصري قوي يعني. فدلوقتي يعني العيد بقى عند الناس سفر يعني للساحل وكده، فمختلف تماما عن العيد زمان. فأنا دايما بفتكر الذكريات الجميلة للعيد المصري الحقيقي. اما الاعلام زمان والواحد طفل، طبعا لو اتكلمنا مثلا عن رمضان هقول لك غير الحاجات اللي ذكرتها من شويه، يعني مثلا بما اني كنت طفل طبعا فوازير عم وفؤاد يعني، فا او يعني بكار الحاجات دي، او بوجي وطمطم، كل الحاجات الحلوه دي اللي الواحد كان بيشوفها وهو طفل صغير. طبعا بالنسبة للبرامج هقول لك يعني مثلا حوار صريح جدا، برنامج زوم، يعني عشان انا بحب الفن فكنت دايما بحب اتابع اخبار كواليس الافلام والمهرجانات. بالنسبة للاغاني انا اتربيت في جيل كان في يعني في الثمانينات كان ظهور عمرو دياب ومحمد فؤاد وابراهيم عبد القادر وعلاء سلام وسيمون ومنى عبد الغني وحنان وحبيبه وفرقه امريكانا شو اللي هي هشام عباس وعليا صالح، كل دول اللي هم نجوم الثمانينات اتربيت على اغانيهم، ولغايه دلوقتي الواحد لما بيسمع الاغاني دي بيسترجع ذكريات الطفوله
وبحب حتى يشوف الكفر بتاع الألبومات بتاعت زمان يعني. بالنسبة للسينما طبعا أنا اتربيت على أفلام نجوم السينما يعني، صحيح في منهم كتار رحلوا زي الأستاذ نور الشريف والأستاذ محمود عبد العزيز والأستاذ محمود ياسين، وفي منهم لسه على قيد الحياة ربنا يديهم الصحة زي الأستاذ حسين فهمي. أما من النجمات فيعني الأستاذة الكبيرة نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، النجمة العظيمة إلهام شاهين، تفاحة السينما المصرية ليلى علوي، يعني نجوم كتار جدا، نجمة الجماهير نادية الجندي، نجلاء فتحي، يعني بصراحة كل النجوم اللي كانوا في السينما في الثمانينات أنا كنت بحب أفلامهم. طبعا كمان النجمة شريهان، طبعا الزعيم عادل إمام، يعني الواحد مش عايز ينسى حد، بس كلهم بصراحة كنت يعني بحب أفلامهم، ولغاية دلوقتي لسه على فكرة أنا لسه بحب أتفرج على الأفلام الفترة دي. حتى ساعات يعني لما بلاقي أي قنوات أفلام بيبقى فيه يعني تايم معين بيعرضوا فيه أفلام الثمانينات، دايما بتلاقيني يعني بفتح القناة دي عشان أشوف الأفلام اللي تربينا عليها. أما بالنسبة للبيت والمنطقة اللي تربيت فيها وذكريات مع الأصحاب والجيران وكده، أنا تربيت عند جدي وجدتي، هما اللي ربوني فكنت عايش معاهم، فيعني الذكريات كلها في بيتهم. و يعني بالنسبة للمنطقة كانت منطقة الزمالك، وطبعا يعني يعني منطقة كل يعني كلها خضرة ومطلة على النيل، فيعني دايما عشان كده أنا عندي انتماء للنيل جدا جدا يعني. بالنسبة للمدرسة كانت المدرسة مش في نفس المنطقة، كانت في منطقة أخرى، كانت في منطقة المعادي. فالذكريات في المدرسة يعني كانت مع الأطفال، يعني ما كانوش جيراني بصراحة، لكن يعني كنت عملت صداقات كتيرة في المدرسة اللي كنت فيها، وكانت مدرسة يعني مليانة جنسيات مختلفة، فمن وأنا صغير اتربيت على يعني احترام الجنسيات الأخرى والثقافات الأخرى بمعنى الأصح. كمان طبعا في منهم اللي لسه على تواصل بس عدد قليل جدا، لأن كل واحد يعني أخدته الدنيا، في منهم اللي في مصر، في منهم اللي بره مصر، في منهم اللي الواحد خلاص مبقاش عنده أي علاقة بيهم. لكن كلها ذكريات جميلة، وحتى ساعات لما بسمع أغاني معينة بفتكر الأيام دي، لأن أنا في نفس المدرسة قضيت مرحلة الطفولة والمراهقة لغاية ثانوية عامة، يعني من كي جي 1 و 2 لغاية ثانوية عامة في نفس المدرسة يعني. وطبعا حتى يعني في ذكريات مع المدرسين، في حاجات كتيرة جدا الواحد بيفتكرها وبيحن ليها بمعنى الأصح. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة مع صديقي العزيز أحمد شوقي من كندا. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وإن شاء الله نتواصل معاكم في فيديوهات تانية وحلقات تانية. ونوستالجيا حنين حاضر. يا صباح الخير يا اللي معانا، صباح هتوعدنا تفتح تزهر أولا نور كلمتين وبس. Fantastica, fun, fun, fantastica.